وإزيكم ازيكم عاملين ايه؟ والنهارده هنلعب فيديو جديد في لعبه روبلوكس، والنهارده نلعب الترا باور تايكون. تن 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 تن. ومعانا نخش براون، نخش براون بقى. انا هخش الاحمر يا جماعه، الاحمر. انا خش الازرق، خش الازرق، خش الازرق عشان نبقى جنب بعض، قريبين من بعض. اختار الاحمر يا جماعه، احمر. ده انا يا ماما. والله صوت والله صوت بيغربني. انا خايف، انا خايف، انا خايف، انا خايف. عملت 80 كاش لغايه كل ده. انا خايف، انا خايف يا عم. خايف من ايه؟ يلا نط نط. 100 يا عم، معايا 180 جنيه. 200 نشتري دي كده. دروبر الثانيه يا جماعه، دي ب 300، دي ب 300. انا معايا 90 يا عم. احنا لسه نشتري، تاخد التشيك بوينت. معايا 70. ده عايز دول ليزر عشان 500 كاش. عايزين 500 كاش. اشتري دي خمسة، ودي خمسة. مش عم مش عارفة اصلا. ثانية، انا عايزة اجرب انط فوق بيتي ده، ننط بسهولة. عايزين نشتري واحدة كمان بقى يا جماعة. 75 ماشي، ربع 100 جنيه. 1 2 3. انا عامل، انا احاول اعمل فركون عليك. 1 و2 1 2. انا جيش عمر باركور. ايه رايكم في الباركور الجامد؟ والله انا اشتريت. لا 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 خير. لا لا انت بتهزر. لا 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 مش ناقص، مش ناقص، مش ناقص، مش ناقص. انا اشتريت والله ما ناقص. انا اشتريت بتاع وات. ايه ده؟ ازاي؟ انا لسه ما متش، انا لسه ما متش. والله جايلة يا عم. تعالى الحين، انت معاك سلاح؟ اه بشتري السلاحات. جاي الحاج نروي. اي انا عم. اوه الحمد لله. الحمد لله انا كنت عند اللوبة. عندي يا جماعة الحقني. على فكرة انا عندي يا جماعة، عندي الحقني. اقول لك والله، والله انا عندي اللوبة باور وجاية لك. عايز ادافع عن نفسي بس معيش كاش. معايا كاش. افتح لي الليزر، افتح لي الليزر. طب استنى موتني. افتحي الليزر بسرعة. افتح، ادخل يا عم. اقفل اقفل اقفل. موتني الراجل ده. حلوي الراجل ده. ها موتني، بيموت يا قوي ده، موتني يا دي ابني. ده معاه مسدس ليزر. عارف حاول ياخد البتاع بتاعتي. هو الحمد لله رجعت على شكونتي، منيت الليزر اخيرا. انا هدفع حاجة بخمسة مليون كاش. تعالى موتني. حال الراجل ده يقطع. اقطع يا عم. فاكرني يعني هموت من دي؟ فاكرني يعني هموت من دي؟ مش حد هيموت مني. مموتش منها. يا عم دي بتعملش حاجة. بتعملش حاجة. ايه ده؟ يا ما والله قوي. والله قوي قوي. انا بشتري دي، بشتري السلاح دي. ايه ده؟ انا ممكن اجيب شخصيتي، ممكن اجيب شخصيه تانيه زيي. طب انا عرفت ازاي اقتله؟ عرفت ازاي اقتله؟ يا هو قرب يموت. جاي لك عشان اقتلهولك. انا اجيب شخصيه تانيه، اجيب شخصيه تانيه زيي. زيي ما هي تقتلني انا كمان يا عبيط. اه حد شخصية تانية. خلصني جايلك يا عم. كان ورايا، كان ورايا. يلاي
اجري والله جايلك. اجري اجري اجري. شوف الشخصية دي حليم شوراك بيتفرقع. هو بيتفرقع. طب ماشي تعالى موتوني خلصنا. ماشي 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 ماشي. ايه بقى افتح لي الليزر بس. خش افتح لي الليزر. ادخل يا عم. موت الراجل. موت الراجل. بفتح خلي الليزر عشان اطلع. يا عم موت الراجل لسه ما ماتش. هو ازاي مش شايفه؟ وتحول الانفيزبلتي مود. ما اعرفش والله يا جماعه الاوديو مخيف قوي. نستخبي انا كده عشان لو جه. والله الحاجات دي حلوه. بص انا بيتي اكبر بكتير. طب تعمل دي؟ ما اعرف اعمل ايه. ثانيه بس تجهز. 5 4 3 2 1. بصي انا عندي بوم. بيعرفش يعمل اخي. الحمد لله. ايه ده ناخد فلوس منين؟ انا عندي ما عندي باور بتاع الروبوت. عندي باور بتاع الروبوت. الشوك بتاع الروبوت. روبوت الشوك. عندي باور بتاع الروبوت الشوك يا عم. ركو عنده باور بقى يا ابني. حاجه موتك. مش هتعرف تنط. نط من فوق بيتي. احلى حد يجي يساعد. ولا مش عايز اكيد يعني. مش هتعرف يا لهوي. عشان فجأة بعد شوية تلاقيني من نقيت الروف. بعد خمس انا عارفك. انا اللي موتك عشان تطلع ورا بيتك. انا اللي عملت السرجين فور. ايه ده انت يا نوتي. الله ده انت نوتي. اذا فادي انا هم باركور. هم انت باركور. نوتي يا عم. صدق هم باركور. وي ده انت نوتي قوي. خلصت الباركور الاول. لا اتعلم بقى زابون شاي اسكيو. عليكم الحلقه دي يا جماعه. انت لازم تتعلم ازاي تجيب ازاي تنمي. يا عم حاجه موتك. تيجي تموتني هي هتخش بيتي. بيتي طويل قوي. اشتريت الليزر. انا نوتي. اشترى الليزر يا جماعه. بقول لك ايه تعالى ساعدنا اقف. لا طويل قوي. بقول لك ايه تعالى ساعدنا اقف فوق الراجل ده. فوق بيت ده عند الاحمر. تعالى اخد سلاحاتي كده. دبل بوست دبل بوست دبل بوست. بس انت عامل بسرعه. ماشي ماشي باخد سلاحاتي. طلعها. يلا مين عايز يجي يحاربني؟ انجهز البوكسات اهو. نجهز البوكسات. وانا كمان هنجهز البوكسات. والله يا ابني هبعت لك رساله. في واحد بعت لي رساله وخلاص. ده انا. ده انت. اخوك ده. اخويا ايه. اخويا ايه يا ابني. اوفنا انت لابا يا ابني. اوفنا هو انت عاوز تخش عني. واحد زي بالظبط. بس انا اوفنا يا عم. ده في اتنين من عندي. في اتنين زيهم. زي ده نفس الحاجه. زي انا افتح لك الليزر تيجي تاخدهم. عم انا موت واحد. انا موت الاتنين. اوه على الكاش. نشتري دي. اجيب دي منين؟ معرفش. الله
معرفش والله. لا الكاش ده جاي عند بيتك هتلك. اول حاجه، في روبلوكس لازم نروح نقتل ياسين. تاني حاجه في روبلوكس هجيب واحد تاني يموتك. تالت حاجة في البلوكس خلاص انت تنتحر. ابي تضحك صح عشان ما نتردوش. بقولك عايز اخد الباور بتاع شخصيتك ان انت. لا طبعا يا عم. لا طبعا يا عم. ليه مش هغير؟ انا هديلك دول على فكرة. ده شيد اللي معايا حاجة موتك. عملت ده، عملت كريد على كريد جامب، عملت كريد جامب. كل ما نط مرة كل ما نط بالراحة. ياسين افتح لي ليزر، افتح لي ليزر. عايز اخد بتاعت شخصيتك دي. شكرا. اقفل اقفل الليزر يا ابني وراك. انا قفلته. يا بص ده، يا بص ده تنزل. اخد ده، تاخد ده. ممكن اجربه عليك؟ عشان هو بيسمع كلامي انا بس. اه ده ريد بيسمع كلامي، بيسمع كلامي. بيسمع كلامك؟ اه بيسمع كلامي. حسب يا عم، حسب يا عم، يا حسب يا عم، يا عم مش يا عم. انا اصلا كنت هنا في بيتك. اقفلني. عفك؟ تحب اقتلك دلوقتي بلا؟ مديليش دمج عشان ده بتاعي. اخدلك دمج اهو. ده بلا السلم يا. تعالى تعالى والله ما اسيبك. جبت والله يا اصحابي. يا نوتي انا مت. الحمد لله مت من السكيورتي جارد. مت من السكيورتي جارد. والله يا فرانكلين، والله اللي عامل نفسك فرانكلين. فين الخاطر اللي كان ورا؟ انا اروح عند اخويا، اروح عند اخويا. فين اخويا؟ اخوك ايه؟ انا لا انا اصلا لا اخوك. اخويا في اللعبة قدامي. اخويا في اللعبة قدامي. هو شرق. هو انا اتزنقت معاه مش من شكلك. هو يلو. ازاي ندخل جوه بيتك للاسف؟ اليلو انا رايحة. هندخل جوه بيتك. هنروح اشوف حركات اليلو التاني بتاعي. اهرب يا ابني اهرب. في واحد بيحلينا. امشي بسيط اجري. كان في واحد دخل كان عايز يدخل البيت عشان انا كنت فاتحه. فتح الليزر راح. اول ما انا قفلته راح دخل. عبيط. ادخل بيتك صعب. عايز افتح الليزر. تاخد تاخد ماشي. افتح لك الليزر. افتح يا عم. شكرا لكل فلوسك. اخد ده. شكرا. هتلو عمليش دامج. وعمليش دامج. اجري. اطلع فوق لو عارف. عارف. هاي سيبكر. عايز اروح بيتي مع شجر. ليزر تايم. عارفه موتني بالليزر. انا سعيان. عارف هنا سعيان اللي دلوقتي. بيقولكم سعيان يا جماعه. سو انا عايزه 14000. 10 مليون. معايا 10 مليون يا عم. دي 11000 جنيه. اجيب 11000 يا عم. متاكل على 11000. اخد ال 5 مليون جنيه دي. هتاكل على 11000 يا عم. انا
انا داخل عشرة. انا 11,000 منادي بتاعت 11,000 جنيه. 11,000 جنيه دي خلصت فلوسك يعني. ايه ده؟ ايه الباور باد ده؟ هاي باور عاوز تاخد سوبر فيجن. تاخد سوبر فيجن. هناخد سوبر فيجن. عاوز تاخد سوبر فيجن. البتاع اللي فوق دي بتعملش حاجة. لازم تقريبا لازم اوصلها لحاجة. هي بتديك سوبر فيجن. معايا سليك ايه؟ سوبر فيجن يا عم. اللي سوبر فيجن ده؟ سوبر فيجن روكس صح؟ او روكس صح. اوكي اسم انا هقعد اقف كده هاخد بقى فلوس في النهار بغير اتحرك. انا كمان قد يبني فلوس. انا ما كرهت النار يا ويا. انا زيت. انا معايا 25,000 جنيه. ايه الباور سوت ده؟ انا نفسي اعرف في حاجة اسمها باور سوت. عايز اعرفها بس لازم 1,000 جنيه كمان. اخد دي كمان. اقول لك يعني اخد 800. اخد 1,000 جنيه كمان. ايه 80 مليون؟ 80 مليون ايه؟ بتهزر ليكم 80 مليون ازاي يعني؟ اخر واحدة بتمانية مليون. تعب انا نشتري ده ونعرف ازاي بيعمل ايه. اصل جوه كده اللي بيحصل. ايه اللي بيحصل؟ اطلع برا. اطلع برا. ما تطلع برا. ايه ده يا جماعة؟ انا عندي شيلد اللي يجي يضربني هيموت. وحالي سرعتي النط كام؟ والله يا جماعة بصوا هو اداني لغاية فين. عاوزين كنت نط لغاية هنا عند نص الازاز. بصوا نطيت راح فين. مشتري حالا. شايف اخدتش اي دمج. اخد بس كده 5 جنيه دي 100 200. شوف هو هيحولني لايه. هنشوف هو هيحولني ليه. تشتريته؟ اشتريته. مش هحولك لحاجة احسن. انا وقعت من غير اخد بالي اصلا. بص كده. بس كده انا ممكن اطير. ممكن تطير ازاي؟ مش مهم بقى الرنة دي. تعالوا بقى كده نمشي. على فكرة دي هو سوبر فيجن. ايه اللي سوبر فيجن ده؟ والله يا جماعه انا مستغرب قوي من الحاجات دي. ايه ده؟ باخد لكش اي دمج ازاي؟ بياخد دمج من الليزر. بس هياخد دمج من الليزر. جرب بتاعك على الليزر. استنى كده عشان في حاجه غريبه. ايه غريب؟ شفت الحركه دي يا جماعه؟ انا حركه ثانيه. انت لسه لابس الشيلد يا عم. اه الشيلد بيساعدني قوي. ايه انا لازم اجيب سلاحات بقى. السلاح التاني ده بيعمل ايه؟ ده التاني ده. ثانيه هوريك فوق. عايز اعرف السلاح ده. بص اشوف في سال بياخد بقى في ضرب. دي تقريبا عايز 25,000 جنيه عشان ده. وانا اصلا انا اخد
افتح لي الليزر. بنفتح الليزر. خلصت الليزر. ما تخش من الليزر وخلاص. ده معاه سيف. هو لونه زي وعنده الباورز بتاعته برضو. على فكره ممكن يعمل كرنش كرنشولينج الباورز بتاعته ازاي؟ انا لازم استنى بقى ل 17000 جنيه كمان اخد الكاش ده. وصلنا لده ناخد دول. وفي كم جن عشان اعرف؟ في 500000. 18000 جنيه ده انا قلت. الاسعار والله يا جماعه مش قادر اصدق. ايه ده؟ شفتوا البتاع اللي فوق ده عامل فيا ايه؟ خلاني اقرع. بتاع ممكن يلا تاني نجربه تاني. ممكن حاجه بايظه فيه. طلع فوق اهم حاجه. افتح الليزر. والله الفكرة دي كنت فاكرها تشتغل بس مشتغلتش في الآخر. مينفعش نفتح له زي بعض ولا ايه؟ لا بتعوي شخصيتي. اوه ولا البوكس ده الراجل لعب. اخويا طلع من بيتي اول. اللي شكله زي ترى من بيتي. مش هتعرف. مين اللي عمل الشوك ده؟ اوه الحمد لله الشيلد ما عملليش دامج. مين عمل الريد هول؟ معرفش. اصلا ما فيش حاجه بتعمل دامج. بجد انا كنت طالع دلوقتي من السور. انت لسه في الروف؟ لسه في الروف. عندك مشكله ولا ايه؟ تعالي تحت. عايزين 3000 جنيه او 1000. معانا فلوس كتير. لا انا عايز كمان 2000. معايا 10 مليون. 10 مليون يا عم انت. انا اكتر منك. عندك كام؟ عايز اخد اللي عايز 15000 جنيه عشان اشتري بتاع التانيه. يا رب 15000 جنيه. اذا انا بقول لك 15 عايزين 15500. انا عندي 3000 جنيه كده. تمام. طب نشوف البتاع ده ايه. تايجر اتاك تقريبا. تايجر اتاك. فعلا فاهم. فعلا ايه؟ انت اصلا مش جوه بيتي عشان تعرف. انا جوه بيتي. ايه ده؟ زومبي. في زومبي يجري ورايا انا. انا اقف لغاية ان عجبكم الفيديو. ما تنسوش تعملوا لايك وسبسكرايب للقناة. اشوفكم في الفيديو جاي. وسلام.